أخبار اليوم. كده بنوصل للسؤال الأخير في ورقة الامتحان. زي ما انت شايف انه ممكن الواحد مع شيء من الاجتهاد والتركيز ان شاء الله يجيب درجة كويسة ويجاوب إجابات هايلة. السؤال الخامس بيبتدي بأذكر النتائج المترتبة على. يبقى احنا عايزين نتائج. نتائج تترتب على زيادة الضغط الواقع على غاز مع تبريده إلى درجة حرارة منخفضة جدا. طبعا واضح ان السؤال دوت موجود في الفصل الخاص بدرجات الحرارة المنخفضة. لما تزود ضغط مع تبريد على غاز بتؤدي إلى ظهور ما يسمى بتأثير فاندرفال، وتأثير فاندرفال يؤدي إلى تقارب جزيئات الغاز حتى يتحول إلى الحالة السائلة أو الحالة الصلبة أو الحالة المكثفة. إذن دي الإجابة اللي هنقولها، إنه تتقارب جزيئات الغاز يظهر تأثير فاندرفال ويتحول الغاز مع مزيد من الضغط والتبريد إلى الحالة السائلة أو الحالة الصلبة. السؤال الثاني استبدال الحلقتين المعدنيتين في المولد الكهربي بأسطوانة معدنية مشقوقة إلى نصفين معزولين. ده سؤال أنت عارف إجابته كويس جدا، إنه استخدام حلقتين معدنيتين يؤدي إلى تولد تيار متردد، لكن لما هنشيل الحلقتين المعدنيتين ونحط الأسطوانة بنحوله إلى تيار موحد الاتجاه متغير الشدة. دي الإجابة اللي احنا بننتظرها منك. سقوط فوتون طاقته H نيو بتساوي E2 ماينس E1 على ذرة مثارة في مستوى الطاقة E2 قبل انتهاء فترة العمر. أيوة، يحدث انبعاث مستحث وتعود الذرة إلى مستوى طاقة أقل وينبعث منها فوتون له طاقة H نيو بتساوي E2 ناقص E1 بالإضافة للفوتون الساقط عليه. الجزء الرابع وجود فرق جهد مستمر مرتفع، يمكن ده جديد عليك. وجود فرق جهد مستمر مرتفع بين طرفي مصباح الفلورسنت. انت عارف ان مصباح الفلورسنت واضاءته وتوهجه ده تطبيق على الحث الذاتي، لكن احنا خدنا جزء من هذا السؤال. هيحصل ايه لو حطينا زي ما انت شايف فرق جهد مستمر مرتفع بين طرفي مصباح الفلورسنت؟ ايوه، يحدث تفريغ كهربي خلال الغازات الخامله او الغاز الخام الموجود داخل المصباح، فيؤدي الى تاين ذراته. تصطدم الايونات بالماده الفلورسيه المبطنه لجدار الانبوبه ويؤدي الى انبعاث ضوء مرئي او توهج الغاز داخل المصباح. فدي الجزء الخاص بمصباح الفلورسنت. الجزء الاخير امرار اشاره كهربيه خلال الشبكه. بصوا بقى، انا ما يلفتش انتباهي كلمه اشاره كهربيه، لان كلمه اشاره كهربيه دي ممكن تكون مثلا موجوده فين؟ طبعا في الالكترونيات الحديثه، ممكن تكون في الفصل ال 12، لكن انا تلفت انتباهي كلمه الشبكه، لان الشبكه في انبوبه اشعه كاثود هي ليها مكان واحد، وبالتالي هروح مباشره الى الاجابه. يبقى ما تبصش على دي وتركز عليها، لا، ركز على انبوبه اشعه الكاثود وكلمه الشبكه. انت عارف الاشاره الكهربيه بتتحكم في سالبيه الشبكه، وبالتالي تتحكم في شده الشعاع الالكتروني الذي يؤدي الى التحكم في شده الاضاءه على الشاشه الفلورسيه مكونا الصوره. إذن ده الجزء الخاص بالنتائج المترتبة. وطبعا لما يقول لي النتائج المترتبة يعني أنا مضطر أقول كل النتائج، لكن لما يقول أذكر نتيجة واحدة يبقى نتيجة واحدة ستمنحك الدرجة. خد بالك من صياغة الأسئلة. الجزء به من هذا السؤال، أولا أذكر ثلاث طرق لتحسين كفاءة المحاول. ده سؤال مباشر وسهل، تعرف أن احنا بنزيد من كفاءة المحاول الكهربي بصنع القلب المعدني من الحديد المطوع السيليكوني، بتشكيل هذا القلب في صورة شرائح رقيقة معزولة عن بعضها البعض حتى نقلل من تأثير التيارات الدوامية وتأثيراتها الحرارية. آخر حاجة بنصنع أسناك الملفات في المحاول الكهربي من النحاس، لأن النحاس عنده مقاومة نوعية صغيرة فبيقلل من الفقد في الطاقة في هذه الملفات. فده طبعا سؤال سهل ومباشر وكلكم حافظين. الجزء الثاني بقى من السؤال ب، متى تكون كل من الكميات الآتية مساوية للصفر؟ خد بالك دايما وأنا شغال في ورقة الأسئلة بخطط تحت كلمات محددة، لأنها بتديني إيحاء بأن أنا هجاوب على إيه. يبقى احنا عايزين كل حاجة من دول امتى تبقى بصفر؟
امتى تبقى بصفر؟ كتلة الفوتون ده سهل، كتلة الفوتون بصفر عندما يكون في حالة سكون، صح. التاني بقى شدة الإشعاع الصادر عن جسم متوهج، طبعا ديت يمكن تكون بعيدة شوية عن ذهن البعض لكنها سهلة برضو. انتوا عارفين اللي هو بيتكلم عليه ده فين؟ ده منحنى بلانك. منحنى بلانك بتكون شدة الإشعاع بصفر يا إما عند الأطوال الموجية القصيرة جدا يا إما عند الأطوال الموجية الطويلة جدا. اخر حاجه القوه المغناطيسيه المؤثره على سلك مستقيم يحمل. طبعا اول ما يقول سيره القوه المغناطيسيه المؤثره على سلك انت عارف انه اف بتساوي بي اي ال ساين ثيتا. اذا لازم حد من الاربعه دول يبقى بزيرو او بصفر يعني عشان يخلي الاف بصفر. طبعا من وسط الكلام هو قال في سلك مستقيم، قال في سلك مستقيم يبقى في ال، اكيد في ال. قال يحمل طيارا، يبقى فيه اي مش بصفر الاي. موضوع في مجال مغناطيسي يبقى فيه بيتا، يبقى هو ما سابلكش فرصه غير لمين؟ ايوه ساين ثيتا هي اللي بصفر عشان تخلي الاف بصفر. طبعا ساين ثيتا عشان تبقى بصفر يبقى الثيتا نفسها بصفر، وثيتا عشان تبقى بصفر يبقى السلك موضوع موازيا، ايوه موازيا لاتجاه المجال المغناطيسي. يبقى الإجابة هنا عندما يكون السلك موازيا لاتجاه المجال المغناطيسي. السؤال الأخير أو الجزئية الأخيرة في السؤال الخامس وكده بننهي هذا النموذج، بيقول لي الجدول بيسجل قيم مختلفة لمضاعف جهد RM وتم توصيله الجلفانومتر ذو ملف متحرك عشان نغير طبعا أقصى فرق جهد يستطيع هذا الجهاز قياسه. طبعا كل ما بتغير المضاعف كل ما بتخلي الفولتميتر، طبعا بتحط مضاعف بتحوله للفولتميتر، بتخلي الفولتميتر يقيس مدى قياس مختلف. تعال ادي الجدول طبعا بيديهولك، بيقولك تحتيه بقى ترسم مين على محور الصادات ومين على محور السينات. طبعا المحور الرأسي ده اللي هو الصاد ومحور الأفق ده اللي هو السين، هتحط الفي، هتحط مضاعف الجهد، وتعال نشوف الرسمة هتطلع شكلها ازاي. ادي قدامك الرسمة بعد ما اترسمت، الفي على محور الصادات، الار ام على محور السينات. حطيت، خد بالك حطيت الحاجة بالوحدة، لان ده بنتحاسب عليه بالرقم بالتساوي، يعني بناخد زي ما بيقولوا كده تدريج متساوي بمسافات متساوية. يعني الصفر 500 1000 1500 2000، هنا لما خدت 5 خدت 10 خدت 15 خدت 20، قعدت احط النقط وابتديت اوصل الخط فطلع زي ما انت شايف خط مستقيم. هو عايز ايه بقى؟ عايز يجيب التيار، اقصى شده التيار يقيسها الجلفانومتر. طبعا اقصى شده التيار تتجاب عن طريق الميل، فالميل هو دلتا في على دلتا ار ام، وميل الخط المستقيم لو انا عملت كده دوت بكام؟ طبعا واضح على الرسمه من 5 ل 15 يعني ب 10، ودوت من هنا من 400 ل 1400 هيبقى ب 1000. هعمل زي ما انت شايف كده اهوت 10 على 1000 بتطلع ميل الخط المستقيم بواحد من 100. هذا الميل هو بالظبط اي جي، يبقى اي جي هنا هو 1 من 100 امبير. عايز بقى كمان مقاومه الجلفانومتر. طبعا لازم تعرف ان النقطه ديت اللي هي تقاطع الخط مع محور الصادات هو ده الفي جي. الفي جي اللي هو فرق الجهد بين طرفي الجلفانومتر، وطبعا الفي جي بيتفك باي جي ار جي زي ما انت شايف. هتحط واحد لان هنا دوت لما تعد اذا كان 1 2 3 4 5 فده هيبقى واحد. يبقى هنا هتحط واحد مكان الفي جي جبتها من على الرسم البياني، وهنا جبت قيمه الاي جي من الميل، يبقى الار جي هي اللي بجيبها، بتطلع الاجابه 100 اوم. وده كان اخر جزء في هذا السؤال وفي هذا الاختبار.